طيب انا يعني معي على الهاتف نائب رئيس النادي الاهلي السابق الدكتور احمد سعيد، والنائب طبعا في مجلس النواب. ودكتور احمد مساء الخير، انا قريت لك تويته بتدعم فيها كابتن خطيب وبتقول، خلوني بس اقراها: اتعجب لمن يعاير الخطيب بضعف خبراته الاداريه، ولو نشوف هنا، اتعجب لمن يعاير الخطيب بضعف خبرته الاداريه وقد ترأس المكتب التنفيذي لعشر سنوات، وبما انني شرفت بترأسه لمده سنتين انا اعلم حجم المسؤوليه التي تحملها حتى استلمت منه الاهلي نادي القرن والاكثر تدويجا. يكفيك فخرا دماثة خلقك وهي اللبنة الأولى لصناعة الأبطال. بشكره دكتور جدا. دكتور أحمد سعيد هو معنا على الهاتف، مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا. مساء النور، أهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ أهلا أهلا. أنا بشكرك جدا والله يا دكتور. لا ازاي؟ ويمكن كمان برضو حتة المكتب التنفيذي، يمكن الناس تفهم قد كده أنك كنت رئيس المكتب التنفيذي المجلس الحالي، قد كده في يعني مهام المكتب التنفيذي ده موضوع مهم جدا، لان ده المطبخ بتاع النادي. يعني ايه هو المكتب التنفيذي يا دكتور سعيد؟ المكتب التنفيذي هو المطبخ بتاع النادي الاهلي، هو يعني تقريبا الاداره كلها بتتم المكتب التنفيذي. يمكن مجلس الاداره بيعقد كل شهر، المكتب التنفيذي بيعقد كل اسبوع، وفي بعض الاحيان كان بيقبل زمن علينا ان احنا يعني نعقد المكتب التنفيذي مرتين في الاسبوع. وطبعا كل يعني مصارين وبط النادي بتناقش في المكتب التنفيذي، لان عليه مسؤوليه مهمه جدا انه يدرس ويبحث ويفهم كل المشاكل علشان يطلعها لمجلس الاداره، عشان مجلس الاداره يعتمدها في الاخر. ويبعيد جدا عن المكتب التنفيذي انه يطلع حاجه يرفضها مجلس الاداره. فعاده رئيس المكتب التنفيذي يعني حريص جدا ان كل حاجه تتعمل بدقه شديده. دكتور احمد، لماذا اخترت ان تدعم كابتن محمود الخطيب رغم ان انت بعدت عن الانتخابات؟ يعني انت استقلت وبعض زملائك الحقيقه رجعوا عن استقالتهم وقرروا ان هم يتعينوا، رغم ان انتوا كنتوا متفقين ان انتوا ما تتعينوش، لكن في البعض الاخر قرر انه يتعين وابتعدت قليلا. لماذا قررت الان ان تدعم كابتن محمود الخطيب؟ الحقيقه يعني انا يمكن من اول الحمله لغايه دلوقتي، وكان كابتن الخطيب كان كلمني، كنت في المانيا مع اولادي، وكان يعني بعت لي رساله جميله وقال لي انا عايزك تحضر مؤتمر صحفي، بس للاسف انا ما حضرتش يعني. وكانت لفته جميله منه ان هو يدعوني في حين ان القائمه الثانيه لم تدعوني، اللي انا شاركت فيها يعني فتره طويله في سنتين ويمكن اكثر من سنتين في موضوع الانشاءات اللي هم بيتكلموا عليها، وشفت الفتره الصعبه في الضراء يعني لمجلس الاداره، وكنت دايما يعني بتصدى لاي هجوم على النادي وعلى المجلس، وكنت حاسس ان الناس مش واخده على التغيير يمكن النوعي اللي حصل في مجلس الاداره اللي فات. لكن ويعني اثرت اصطمت الحقيقه وما اتكلمتش، لكن وقعدت برضو مع الكابتن محمود الخطيب وكان مشكور يعني قعد معايا واخد رايي في حاجات. هل دعيت للفريق الثاني يا دكتور احمد؟ يعني بما انها انتخابات، يعني هل دعيت انك تقعد مع مهندس محمود طاهر؟ لا والله ما حدش دعاني، ولا حد دعاني حتى الندوه يعني علشان خاطر اقعد فيها، لكن الكابتن الخطيب دعاني حتى قعده اشار هو اليها من شويه لمده طويله الحقيقه، وهو بيقول هو استفاد مني. لا انا الحقيقه اللي استفدت منه، وانا يعني فكرت ان احنا يعني احنا لبسنا تريننج النادي الاهلي وفانيله النادي الاهلي، وهو انا كنت معاه في الجزائر سنه 78 لما صلح الكره للخواجه، والخواجه جاب جون واتضربنا احنا يوميها في الجزائر علقه سوداء، واكيد هو في المدرج فوق في المدرج عشان مصر جاب الجون. والمره الثانيه الحقيقه اللي شرفت فيها ان هو كان كابتن مصر في لوس انجلوس، وهو اللي يمكن مش عارف هو فاكر ولا لا، بس هو اللي رفع العلم في القريه الاولمبيه في لوس انجلوس سنه 84. كان تكريم بالنسبه لي، وكنت سعيد جدا يعني بوجودي فيها. انما يعني احنا تعرفنا على بعض من فتره وجيزه يعني. طب دكتور دكتور احمد، يعني انت استلمت من مجلس محمود الخطيب وحسن حمدي مع حفظ الالقاب، استلمتوا الدنيا ايه على الارض؟ يعني استلمتوا خزينه خاويه؟ استلمتوا النادي مثلا الشيخ زايد ازاي؟ يعني قول لي الحاله اللي انتوا استلمتوا بيها النادي الاهلي في 2014. استلمنا النادي الاهلي، وانا الحقيقه ما بقولش الكلام ده دلوقتي عشان انا بدعم
محمود الخطيب مع حفظ الألقاب. يعني أنا قلت الكلام ده وأنا عضو مجلس إدارة أو أنا نائب رئيس النادي، قلت هذا الكلام، قلت إن إحنا لما نستلم النادي الأهلي وهو نادي القرن والأكثر تتويجا، ما أعتقدش إنه كان ممكن إن إحنا نجيب عقد الرعاية مثلا اللي هو كان ب 200 وشوية مليون جنيه أو 200 مليون جنيه. ما كانش في شركة في العالم ممكن إنها تستثمر في نادي لو كان ده إنجاز، فده إنجاز برضو الناس اللي قبلينا. ويمكن برضو الشعار بتاعة الحملة بتاعة 2014 إن الأجيال بتتواصل وإن إحنا بنسلم بعضينا. أنا الحقيقة في حاجة مهمة جدا عايز أقولها، يعني وأنا يمكن ما دخلتش ولا مداخلة ولا اتكلمت ولا قلت رأيي مشكورة. في الانتخابات اللي فاتت، وزي ما قلت لحضرتك أنا قطعت الصمت، لكن أنا حسيت بنوع من أنواع الظلم على كابتن الخطيب في لحظة معينة، ويمكن هو ده السبب اللي خلاني أدخل مع حضرتك النهاردة. أولا الكلام على محمود الخطيب، معلش مع حفظ الألقاب مرة تانية، إن هو راجل لعيب كورة زي ما يكون كان بيبو بيلعب كورة امبارح أو اعتزل أول امبارح أو اعتزل السنة اللي فاتت. بيبو اعتزل من 20 سنة، من 30 سنة، يعني سنة 87، ومن يوميها وهو في الإدارة، فلازم إن احنا نحط يعني دي في الاعتبار. نمرة اتنين، هو كان عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي، وكان نائب رئيس النادي الأهلي، وكان أمين صندوق النادي، وأعتقد إن هو جه بالجمعية العمومية وجيب انتخابات ناديها وناس انتخابته، وكانت عارفة كويس جدا إن هي بتنتخب بطل لاعب كورة وكل حاجة، لكن إذا كان بينتخبوه سنة ورا الثانية فده معناه إن هو كان ناجح. الحاجة الثانية الغريبة كمان إنه حينما ترشح كنائب للرئيس مع الكابتن حسن حمدي، فده يعني معرفش، يعني ما هو اللوجيك بيقول إن محمود الخطيب هيترشح لرئاسة النادي الأهلي، ده المنطق بيقول كده. فيعني ترشح الكابتن محمود الخطيب لرئاسة النادي الأهلي مش مفاجأة يعني، لأن أنا ابتديت أحس الحقيقة بنوع من أنواع النغمة كده. أنا بحب بيبو كلاعب، لكن أنا ما انتخبش بيبو كرئيس نادي، وكأن الكورة عيب يعني، كأن الكورة عار. واللذيذ الحقيقة اللي بيقول أنا بحب بيبو كلاعب ممكن يكونوا ما شافوش بيبو كلاعب أصلا، يعني يعني في الأجيال اللي هي ما شافتش بيبو كلاعب، فما فيش داعي إن احنا نقعد نتكلم. أنا كنت أتمنى الحقيقة، أنا مش عايز أتكلم في ماضي، ومش عايز أتكلم ولا عايز أجرح ولا أي حاجة، وأنا أعلم إن دي أخلاقيات محمود الخطيب اللي قاعد قدامك، لكن أنا كنت أتمنى الحقيقة إن أنا أشوف انتخابات النادي الأهلي انتخابات مبنية على البرامج، مبنية على الرؤى، مبنية على الخطط، مبنية على كل واحد عايز يشوف النادي الأهلي شكله إيه بعد 4 سنين. يعني زي ما هو الراجل كان بيتكلم دلوقتي وبيقول أنا عايز أعمل كذا وعايز أعمل كذا وعايز أعمل كذا، فأنا كنت أتمنى إن أنا أشوف مناظرة قوية بنتكلم فيها دون الدخول بقى في شخصية محمود الخطيب وكان لعيب ومش لعيب، وأنا شايف إن دي حاجة تحسب له. أنا لما قعدت معاه الحقيقة قلت له كلمة ما أعرفش هو فاكرها ولا لا، قلت له أنت براند نيم، يعني أنت بالنسبة لي براند نيم، مش أنا مش لازم يبقى عندي رجل أعمال ناجح، مع احترامي يعني لرجال الأعمال وكل شيء، وأنا برضو يعني رجل أعمال صغير قوي يعني فاشل يعني، إنما مش لازم أبقى رجل أعمال ناجح جدا عشان أدير النادي الأهلي، مش لازم أبقى رجل تكنولوجيا جبار عشان أميكن النادي الأهلي. أنا معايا رجل براند نيم النهاردة، في رجال أعمال كتير جدا جدا جدا، وعجبني كلمة قالها من شوية وقال ناس صغيرة لكن كبيرة في المقام، لكن هناك كثير من رجال الأعمال اللي فكرهم فكر استثماري وفكر هيقفوا جنب محمود الخطيب علشان يقدروا يبنوا طيب. النادي ويقدروا يعملوا حاجة جديدة في النادي والحاجات دي كلها. دكتور أحمد، يعني هسيب دكتور كابتن خطيب يرد عليك، لكن عايز أسألك، يعني أنت بتشعر بالظلم ناحية كابتن خطيب، لكن بتشعر بالظلم أيضا ناحيتك، يعني أنه محدش بيفتكر السنتين اللي أنت كنت فيهم نائب للرئيس وأكيد ساهمت في الإنجازات اللي موجودة دلوقتي؟ والله أنا زي ما قلت لحضرتك أنا بكتشف جدا أن أنا أتكلم عن نفسي وأنا داخل أتكلم على يعني أذكي كابتن محمود الخطيب، لكن طبعا حاسس بظلم، لأن أنا حينما استقلت من النادي الأهلي إن أنا ما مشيتش عشان خلافات في مجلس إدارة، الخلافات دي بتبقى موجودة في كل مجلس إدارة، بس أنا استقلت لأن المحكمة حلت المجلس، وأكرر تاني المحكمة حلت مجلس إدارة النادي الأهلي، فرفضت أن أستمر كمعين، وكنت أرى أن هناك مخرجا لعقد انتخابات بطريقة أو بأخرى حتى لا يكون مجلس إدارة النادي الأهلي معين. موقف أخدته، وأنا مش قصدي أبدا أقول إن اللي ما أخدش الموقف ده غلطان ولا أي حاجة، ولكن ده موقف يعني هيحسب لينا للتاريخ. وبرضه وجهة نظري الشخصية يا لميس إنه بعد 20 سنة من النهاردة الناس مش هتفتكر مين اللي كسب انتخابات النادي الأهلي على قد ما هتفتكر مين خد موقف ورفض التعيين والحاجات دي كلها، فده موقف أنا دفعت ثمنه. أيوه أنا حاسس إن أنا اتظلمت، لأنه مفيش في السنتين اللي فاتوا الفترة اللي فاتت اللي أنا اشتغلت فيها محدش جاب سيرتي، محدش جاب اسمي،
في حين ان احنا تصدينا لكل الهجوم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد سعيد، النائب طبعا كان نائبا لرئاسه النادي الاهلي، وكان ايضا وهو ايضا نائب طبعا في مجلس